بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة الرياضيات. درس اليوم هيكون بعنوان الأعداد الكسرية والقصور العشرية. الفكرة من الدرس إن أنا في نهاية الدرس لازم أتعرف على القصور العشرية الأكبر من الواحد وأقرأها وأكتبها. طيب، قبل ما نبدأ في الدرس أحب أذكركم ببعض الأشياء اللي درسناها من قبل وهنستخدمها النهاردة في درسنا اليوم. أول شيء، ما هو العدد الكسري؟ إن درسنا قبل كده احنا قلنا العدد الكسري، وقلت العدد الكسري بيتكون من جزئين. العدد الكسري بيتكون من كم جزء؟ جزئين، عدد صحيح وكسر. يبقى العدد الكسري بيتكون من جزئين، عدد صحيح وكسر. ناخد أمثلة مثلا للأعداد الكسرية عشان نفتكرها. مثلا آدي الواحد ونصف هنا، فين العدد الصحيح؟ هو الواحد، وفين الكسر؟ اللي هو النصف. أيضا من أمثلة الأعداد الكسرية 2 و3/4، فين العدد الصحيح؟ الاثنين، وفين الكسر؟ 3/4. وأيضا من الأمثلة 3 و5/5، العدد الصحيح 3 والخمس أسداس هو الكسر. أيضا درسنا الكسور العشرية وإزاي أحول كسر اعتيادي وأكتبه على صورة كسر عشري، على صورة كسر إيه؟ عشري. وقلت الكسر العشري اللي هو بيكتب باستعمال الفصلة العشرية. الكسر العشري هو الذي يكتب باستعمال الفصلة الإيه؟ العشرية. وقلت الفصلة العشرية دي اللي على يسارها هنا ده بسميه عدد صحيح، اللي هو خانة الأحاد والعشرات وهكذا، أحاد ويجي بعدها العشرات اللي هي الأعداد الصحيحة اللي درسناها قبل كده. أما اللي على يسار الفصلة ده اللي بسميه كسر عشري، بسميه كسر إيه؟ عشري. وقلنا إحنا درسنا فيه خانتين، في خانة اسمها أول خانة بعد الفصلة على اليمين اسمها إيه؟ برافو عليكم، جزء من عشرة، أو كنا بنسميها أعشار. والخانة اللي تيجي بعديها كنا بنسميها خانة جزء من 100، جزء من ايه؟ من 100. طيب تعال نفتكر ازاي كده كنا بنحول الكسر الاعتيادي الى كسر 10. هنا الكسر اللي موجود عندي 7/10، قلت طالما في المقام في 10 يبقى هناك عدد واحد فقط على يمين الفصلة. طالما المقام 10 يبقى في عدد واحد فقط على يمين الفصلة اللي هو 7، وتقرأ 7/10. طيب 56 على 100، المقام هنا كام؟ 100، برافو عليكم. يبقى هنا عندي الفصل هيبقى على يمينها رقمين، في عندي كام في البسط هنا؟ 56، يبقى الرقمين موجودين يا استاذ اهو، تنزل ال 56. طيب هنا 8 على 100، ايضا في المقام هنا 100، يبقى هنا الفصل هيجي على يمينها رقمين. طيب انا ما عنديش الا رقم واحد فقط في البسط، اعمل ايه؟ قلنا بنحجز خانه الاعشار بصفر ونزل الثمانية عشان لما اجي اقراها تقرا 8/100، 8 من ايه؟ من 100. طيب نشوف درس النهارده بقى. في سؤال استعد، بيقول لي يعد نبات الصبار من ابطأ النباتات نموا، حيث يزيد طوله بمقدار 2.5 او 2.5 سنتيمترا في السنة. ده يا شباب كده عدد كسري، برافو عليكم. انا عايز اكتبه على صورة كسور عشرية. يبقى النهاردة كده هنتعلم ازاي احول العدد الكسري اللي قدامي كده زي 2.5 اكتبه على صورة كسور عشرية، يعني هكتبه باستعمال الايه؟ الفصلة، برافو عليكم. طيب نشوف هنا، هو ال 2.5 دي هي عبارة عن جزئين سلامهم، ادي الجزء الاول اهو وادي الجزء الثاني اهو، يعني جزئين سلام، يبقى واحد وواحد كام؟ 2. طيب هنا دي اخدت منها كام؟ ها؟ 1 2 3 4 5، يبقى هكتب 5 في البسط. على عدد الاجزاء كلها كام؟ لو كملنا كده 5 6 7 8 9 10، يبقى على 10. طيب وكم جزء كامل؟ كله ملون، ها؟ ادي 1 و1، يبقى كام؟ 2. يبقى انا كده مثلت النماذج الكسور اللي قدامي دي ب 2.5/10. طب انا عايز اكتبها باستعمال الفصلة. طيب نفتكر مع بعض كده، احنا
كنا لما باجي اكتب كده الخمسة على عشرة دي مش كنت بحط الفاصلة واكتب خمسة كده، مظبوط ولا مش مظبوط؟ خمسة على عشرة هي خمسة من عشرة اللي هنا دي. طيب الاثنين دي مش احنا متفقين ان الاثنين دي هو العدد الصحيح اللي موجود في الكسر؟ مظبوط. وانا لسه قايل من شوية ان انا الاعداد الصحيحة بكتبها على يسار الفصل، يبقى هكتب هنا كام؟ اثنين. يبقى تقرأ اثنين وخمسة من عشرة او اثنين وخمس عشر. طيب لو شفناها بالتمثيل بجداول المنازل، ادي جدول المنازل اهو، ادي الفصل اهي، وادي الاحاد العشرات المئات اللي موجودين على يسار الفصل اللي احنا كنا بنسميهم عدد صحيح، وادي الجزء اللي موجود على يسار الفصل اهو وكنا بنسميه كسر عشري، كسر ايه؟ عشري. فانا عندي 2 و5 اعشار، 2 و5 على 10. فال5 على 10 دي هي الكسر العشري، عشان كده حطينا 5 في خانه الايه؟ الاعشار. طيب وال2 ده الجزء الصحيح حطيناه على يسار الفصل اللي هي 2، وبقت كده 2 و5 اعشار او 2 و5 من 10. نبدا ناخد امثله ونشوف هنحل ازاي. معايا بقى الموضوع بسيط جدا يا شباب. انا قدامي كده في السؤال الاول بيقول لي اكتب كل مما ياتي على صوره عدد كسري وكسر عشري. انا عندي مجموعه نماذج الكسور اللي قدامي دي، عايز اكتبها باستخدام الاعداد الكسريه والكسور العشريه. نبدا هنا. هنا انا عندي كم جزء كامل ملون صحيح؟ كله ملون. ها الجزء ده، برافو عليكم، انا عندي جزء واحد صحيح اهو، جزء واحد صحيح. يبقى اكتب عند الاعداد هنا، اكتب الاول هنا عدد كسري هيساوي، ادي واحد سليم اهو. طيب الجزء الثاني هنا اللي هو هنا ده، في كم منه جزء مظلل؟ ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى هنا أربعة في البسط. طيب عدد الأجزاء كلها كام؟ أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يبقى في المقام هنا كام؟ عشرة. يبقى أنا كتبت العدد الكسري واحد وأربع أعشار أو واحد وأربع على عشرة. طب انا عايز اكتبه بقى في صوره كسر عشري، يعني عايز اكتبه باستعمال الفصله، باستعمال الايه؟ الفصله. طيب يلا نفكر مع بعض، واحد صحيح واربعة على عشرة، يبقى ادي الفصله اهي، قلت اللي بيقع على يسارها الاعداد الصحيحه اللي هو الواحد، واللي هيقع على يمينها الكسر الاعتيادي ده اللي هو اربعة على عشرة، اللي هي تقرا اربعة من كام؟ من عشرة. يبقى هكتبها كده واحد واربعة من عشرة. طيب نشوف السؤال اللي بعده هنا برضو، كم جزء سليم هنا يا شباب؟ هنا كله، هنا الجزء اللي احنا شايفينه ده كله كده، مش كله مضلل كده؟ برافو عليكم، ده جزء واحد صحيح، واحد. يبقى لما اجي اكتب هنا بقى كده عدد كسري هقول يساوي، ادي عندي جزء واحد صحيح كامل. طيب الجزء الثاني اللي هنا ده كم جزء منه مظلل؟ ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى خمسة. طيب عدد الأجزاء كلها كام؟ احنا اتفقنا المربع المقسم ده كله مقسم إلى 100 جزء، يبقى 100. يبقى أنا كده نجحت إن أنا أمثل الشكل اللي قدامي ده بعدد كسري اللي هو واحد وخمسة على 100. طيب عايز أحوله بقى إلى كسر عشري، كسر إيه؟ عشري، كسر عشري هقول يساوي، ادي الفصله، اتفقت ان اللي بيوجد على يسار الفصله هي الاعداد الصحيحه. طب انا هنا عندي فين العدد الصحيح هنا؟ برافو عليكم، الواحد، يبقى هو اللي هينزل على يسار الفصله. طب وخمسه على 100، المقام هنا 100، يبقى انا محتاج خانتين على يمين الفصله. طب انا ما عنديش الا خانه واحده بس اللي هي الخمسه، يبقى احط صفر واكتب كام؟ خمسه، وتقرا واحد وخمسه من كام؟ من 100، واحد وخمسه من 100. طيب نشوف أسئلة أخرى عشان نأكد المعلومة، نبدأ مع بعض هنا. يلا اكتب كل من الأعداد الكسرية الآتية على صورة كسر عشري. أنا هو هنا عطيني كلها أعداد كسرية وأنا عايز أحولها إلى كسور عشرية، وقلت كسر عشري يعني أستخدم الفصلة، أستخدم الإيه؟ الفصلة، وقلت الفصلة على اليسار الأعداد الصحيحة وعلى اليمين الكسور. نبدأ كده نشوف أول سؤال، بيقول لي سبعة
وتلاتة على عشرة. احنا اتفقنا السبعة دي هي مين؟ العدد الصحيح، والتلاتة على عشرة اللي هي مين؟ الكسر. يبقى لما اجي اكتبه باستعمال الفصلة احط الفصلة، عندي اعداد صحيحة هنا ولا ما عندي اعداد صحيحة؟ برافو عليكم، عندي السبعة عدد صحيح، يبقى احطه على اليسار. طيب الكسر هنا فين؟ ثلاثة على عشرة، صح كده؟ يبقى عندي في المقام عشرة، يعني هحط رقم واحد على يمين الفصلة. الرقم ده اللي هو مين بقى؟ الثلاثة. واقرأها سبعة وثلاثة من عشرة، أو سبعة وثلاثة أعشار. سبعة وثلاثة إيه؟ أعشار. طيب السؤال اللي بعده، 12 وخمسة على مية، عايز أكتبها باستعمال الفصلة، يعني بعملها كسر عشري، هحط الفصلة برضو كده. فين العدد الصحيح هنا يا شباب؟ أسمع كده؟ ها؟ برافو عليكم، 12 العدد الصحيح، طب اكتبه هنا ولا على اليمين ولا على اليسار؟ يا سلام عليكم، برافو عليكم، اللي قلنا العدد الصحيح يكتب على يسار الفصل. طيب 5 على 100، أنا هنا عندي 100 في المقام، يعني هنا محتاج كم خانة على يمين الفصلة؟ خانتين. طب أنا ما عنديش إلا خمسة فقط. يبقى نحجز خانة الأعشار بصفر، وأنزل الخمسة، وتقرأ 12 و5 من 100، 12 و5 من إيه؟ من 100. طيب شوف السؤال اللي بعده، 7 بقت 7، سهلة كده يا شباب أهي، هقول يساوي. حط الفصلة، فين العدد الصحيح؟ ممتازين، الستة. فين الكسر العشري؟ 50 على 100، 100 يعني خانتين، والخمسين موجودة هي الخانتين، يبقى أحط الخمسين كلها وتقرأ 56 من 100. طيب شوف السؤال الثامن، هقول يساوي، بسيطة بقى، أحط الفصلة العشرية. يلا مين العدد الصحيح هنا؟ برافو عليكم، 24، يبقى هنزله على اليسار. وفين الكسر؟ 8 على 10، يعني هكتب كده 8 وتقرأ 24 و8 من 10، 24 و8 من 10. طيب أتمنى إن المعلومة تكون وصلت، وهكمل في أسئلة تانية ونشوف برضو نثبت الإيه؟ المعلومة. طيب طبعا هنا دايما يا شباب كده، هنا رقم الصفحة 156، ده رقم الصفحة اللي إحنا شغالين فيها في الكتاب. السؤال بيقول لي اكتب كل مما يأتي على صورة عدد كسري وكسر عشري. عايز بقى هنا حاجتين، عدد كسري وكسر ايه؟ عشري. طب نفتكر كده، الكسر العشري اللي هو باستعمال الفصلة، والعدد الكسري اللي هو باستعمال الايه؟ البسط والايه؟ والمقام. برافو عليكم، باستعمال البسط والايه؟ والمقام. يلا معايا نقرأ السؤال ده، اقرأه صح عشان تجاوب صح. نقرأ 12 وثلاثة أعشار. 12 وثلاثة أعشار. طب نبدأ الأول نكتب العدد الكسري، عدد كسري أقول يساوي 12 يعني 12 وثلاثة أعشار يعني ثلاثة على عشرة. كده كتبت أنا العدد الكسري. طب أنا عايز أكتب الكسر العشري، كسر عشري. يلا بسيطة يا أستاذ، خلاص الكسر العشري اللي هو باستعمال مين؟ برافو عليكم الفصلة، هحط الفصلة كده. فين هنا الجزء الصحيح؟ 12 يكتب على اليسار. طب فين الكسر؟ 3 على 10 يعني 3 كده، وتقرأ 12 و3 من 10 أو 3 أعشار. طيب نشوف السؤال اللي بعده، نغير اللون بس. يلا 12 و3 من 100. طيب نبدأ الأول نكتب العدد الكسري، هيساوي قلنا العدد الكسري اللي هو بسط ومقام، هنا 12 يعني ده الجزء الصحيح، ده 12 يعني 12 و3 من 100، أدي الثلاثة وأدي ال100، يبقى أنا كده كتبت العدد الكسري. طيب أنا عايز أكتب كسر عشري، هكتب كده كسر عشري هيساوي كسر عشري يعني باستعمال الفصل. برافو، هنا بقى ده اللي عايز احوله لكسر العشر، فين العدد الصحيح؟ برافو عليكم، ال 12 هكتبه فين؟ يا سلام عليكم، على اليسار. وهنا 3 على 100. طب لو انا كتبت 3 كده وسكت، لا دي كده 3 من 10 يا استاذ، خلي بالك، هنا المقام 100 يعني محتاج خانتين. طب ما انا يا شباب ما عنديش الا 3 بس، هجيب الخانه الثانيه منين؟ يا سلام عليكم، برافو عليكم، قلنا بنحجز خانه الاعشار بصفر وتطلع كده 12 و3 من 100. 12 و3 من كام؟ من 100. طيب نأكد المعلومة برضو بأسئلة أخرى،
عايز برضو اكتب كل مما ياتي على صورة عدد كسري وكسر عشري، على صورة عدد كسري وكسر ايه؟ عشري. نبدأ مع بعض هنا بقى يعني. كم جزء صحيح هنا؟ اهو كله مضلل. من الاول هكتب العدد الكسري. يلا كم جزء صحيح؟ واحد. طيب الكسر هنا كم جزء مظلل؟ واحد اثنين ثلاثة، يبقى ثلاثة في البسط. على عدد الأجزاء كلها كم؟ عشرة، يبقى واحد وثلاثة على عشرة. طيب عايز أكتب الكسر العشري، كسر عشري استعمال الفصلة يا أستاذ. أيوة خلاص حط هنا الفصلة. فين العدد الصحيح هنا؟ واحد، وادي الكسر هو ثلاثة من عشرة، يبقى واحد وثلاثة من عشرة. نفس الكلام هنا، هكتب العدد الكسري الأول، يبقى عدد كسري هيساوي كم جزء صحيح؟ ادي جزء واحد فقط كله ملون، يبقى هكتب واحد. طيب هنا كم جزء مظلل من هنا؟ جزء واحد فقط، يبقى واحد على كام؟ على 100. طيب عايز اكتب بقى كسر عشري، كسر ايه؟ عشري، هيساوي الكسر العشري. يلا باستعمال الفصلة، فين الجزء الصحيح هنا؟ هو واحد ايضا اهو، كله ده واحد، يبقى على اليسار، ودي واحد على 100، يعني كده اتعلمناها بقى خلاص نكتبها ازاي. يبقى واحد من 100، واحد من ايه؟ من 100. نشوف اخر اسئله عندي ونركز فيها كويس. اكتب كل من الاعداد الكسريه الاتيه على صوره كسر عشري. خلاص بقى بسيطه دي، خلاص انا عايز اكتب هنا 50 وواحد على 10 باستعمال الكسور العشري، يعني باستعمال الفصل. حطينا الفصل اهو، فين العدد الصحيح؟ فين العدد الصحيح هنا؟ يا سلام عليكم 50. طب اكتبه فين؟ يا سلام ممتازين، على اليسار. طيب هنا واحد على 10، المقام 10، يعني خانة واحدة على يسار يمين الفصلة، خانة واحدة على يمين الفصلة، وادي الخانة موجودة اهي، يبقى واحد، يبقى 50 وواحد من 10. طيب هنا ادي الفصلة، فين العدد الصحيح؟ 78، اكتبه كده على اليسار. وهنا 8 على 10، اكتب 8 كده وتقرأ 7، 78 و8 من 10، و8 من ايه؟ من 10. يبقى احنا كده النهارده اتعلمنا يا شباب ازاي احول العدد الكسري واكتبه على صوره كسر عشري. خلاص؟ وبهذا اعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد انهينا معكم تعلم شرح درس الاعداد الكسريه والكسور العشريه. نسعد باستقبال اسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسميه في جروبات الواتساب. تعليمنا مستمر بهمتكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.